السلام عليكم. أزول ولا النزول. أما بعد، أنا جيت يوم اليوم نهضر على دوك الناس اللي كيقولوا، لأن سبق لي تلاقيت واحد العياشي هنا في أوروبا، هنا في بروكسل هاد اليومين، وهضر معايا تحاورنا أنا وياه الراس في الراس، وبغيت ندوي بدون ذكر اسمي، لأن يمكن هو كيتبعني وكيتشوفني دابا وغايشوف هاد اللايف. وبدا كيهضر معايا وقال احنا عندنا احسن ملك، وبالدليل ان الملك احنا ماشي بحال تركيا كتدعم الشواذ وما نعرفش شنو كيقول. وقال لك هضرت له على الهجره، قال لي الهجره كاينه حتى من ايطاليا ومن اسبانيا. ورديت عليه من بعد وقع بيناتنا واحد الخلاف، ومشى بحالو ما بغاش يسمعني. المهم ما بغاش يسمعني، خصو غا هو يهضر، بغى يفرض عليا الرأي ديالو. لذلك نحن نقول لهؤلاء الذين يقولون على أن المغرب أو الوطن أحسن وطن في العالم وعندنا أحسن ملك في العالم، نسألهم ونسأل هؤلاء الخونة والمتواطئين والعياشة والعابد، نسألهم سؤال واحد ونتمنى منهم إجابة مفيدة. سؤال واحد: كيف لشباب في عمر الزهور، ومعظم هؤلاء الشباب حاصل على شهادات عليا من الجامعات الوطنية، كيف لهؤلاء الشباب أن يركبوا مراكب الموت أو أن يركبوا البحر سباحة هروبا إلى الضفة الأخرى أو هروبا إلى سبتة التي تدعون أنتم النظام المغربي والعبيد والعياشة تدعون أن هذه الثغرة محتلة، تدعون يعني أن سبتة يعني مدينتان محتلتان، ونحن يعني بوضوح عندما ندخل إلى سبتة ومليليا، مع أني أنا شخصيا دخلت سبتة أول مرة في حياتي دخلت سبتة في 2001 2001، سجل وعندي الدليل، كاين الدليل في الانترنت، لانني كنت حراق دخلت في باليزا في سياره، تخبعت نولد خالتي في باليزا وتخبعت له في الكفر ديال السياره، وكاين ديك الشيء في 2001 في سبتمبر. يعني شعب قوارب الموت، شباب في عمر الزهور. ونتمنى من الناس يعني من الأحرار يبارطاجيو هذا اللايف، نتمنى من الأحرار يبارطاجيو هذا اللايف، لأن لا وقت لدينا لكي نضيعه مع بعضنا البعض في مشادات كلامية. واش انت مغربي؟ واش انت ريفي؟ واش انت ريفي بيولوجي؟ واش انت مغربي؟ ما نعرف. المهم لا وقت لدينا لكي نضيعه في انتقاد بعضنا البعض وتخويننا لبعضنا البعض. يجب أن هذه رسالة لجميع المناضلين، يجب أن نتوحد وأن نوجه سهامنا إلى النظام الدكتاتوري وإلى النظام المخزني، النظام التفقيري، النظام الذي يهجر ويفقر وينهب يوميا الشعب. سؤال للعياشة، هذا السؤال وجيه: كيف لهؤلاء الشباب أن يغامروا بحياتهم من أحسن بلاد في العالم ومن أحسن ملك في العالم؟ وردا على ذلك العياشي الذي يعترف على أنه عياشي وقال عني، قالها لي في وسط وجهي، قال لي أنت خائن، وقلت له أفتخر أنا خائن للاستبداد
وخائن للديكتاتورية وللديكتاتوريين، وخائن للمتواطئين مع النظام لتفقير الشعب وتهجيره. يعني أنا خائن يعني الدولة المغربية، وخائن للمتواطئين مع النظام لنهب الشعب وتفقيره وأفتخر، يعني خائن وأفتخر للنظام الدكتاتوري، ولست خائنا للشعب ولن أكون يوما خائنا للشعب. لو كنت خائنا لسكت ولا رضيت بما أرى، لا رضيت بما أرى وبما أسمعه، ولا عشت حياتي. أنا عايش حياتي مفرى للكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية. أنا في بلاد الحرية، أنا في بلاد الحرية التي يعشقها العبيد والعياشة. هؤلاء العبيد والعياشة الموجودون هنا في أوروبا، يعني التي تجري في عروقهم دماء الخيانة ودماء التواطؤ، أقول لهم التاريخ شجلكم، شجلكم التاريخ، شجلكم على أنكم خنتم الشعب ويعني سكتتم عن قول الحقيقة. هاد الأيامات كاين هجرة، يعني كاين هجرة من الوطن الجريح، يعني كاين هجرة في قوارب الموت، وكاين هجرة من يعني من الفنيدق والمضيق وتطوان وطنجة سباحة أو في مراكب صغيرة التي لا تحمل محركات دفع، ما عندهاش يعني محركات دفع، كي خرجوا سباحة وعلى هاد الكاياكات من الفنيدق ومن تطوان ومن المضيق ومن طنجة باتجاه يعني إسبانيا أو باتجاه يعني سبتة ومليلية. السؤال هنا، السؤال هنا، أين الطبقة المثقفة؟ أين يعني طالبي الجامعة؟ أين الحركات الطلابية؟ يعني أين هي؟ يعني يجب أن تخرج هذه الحركة الطلابية وهذه الطبقة المثقفة، التي الطبقة المثقفة أنا عندي عليها علامة الاستفهام لأنها مبيوعة، مبيوعة الطبقة المثقفة، طبقة مثقفة مبيوعة. السؤال هنا، أين أنتم لتخرجوا في لايفات لتوعية الشعب من أجل الخروج للمطالبة، للمطالبة من هذا النظام الاستبدادي، أو لي يعني انتزاع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟ كما رأينا في الجزائر الثورة باقية وتتمدد، وكما رأينا في الوطن أو في المغرب سميه كما شئت، نرى يعني الهجرة السرية ويعني يعني وانتحار الشباب، شباب في عمر الزهور في قوارب الموت، يعني باقي ويتمدد. السؤال هنا، السؤال هنا، أين أين دور هذه الجمعيات؟ ما دورها؟ ما محلها من الإعراب؟ أين جمعية حقوق الإنسان؟ أين يعني الحركة الطلابية؟ أين تلك الأولترات التي يعني كتقيل يعني في بلاد يظلموني؟ أين يعني أليس هناك فتنة أكثر من هذه الفتنة؟ هل هناك فتنة أكثر من هذه الفتنة؟ أن يترك الإنسان بلاده وأمه وأباه يعني وعشيرته، وأن يعني يغامر بحياته في اتجاه المجهول، مع العلم المسبق له أن يعني 90% يعني قد يموت، وهناك احتمال 10% أن يصل إلى الضفة الأخرى أو إلى سبتة المحتلة التي يدعي النظام أنها محتلة. أما في الواقع إذا رأينا المستوى المعيشي الذي يعيشه السكان في سبتة ومليلية، يعني فرق شاسع ولا مجال للمقارنة، لا مجال. وهذه الحقيقة يعرفها حتى المخزن، شتي المخزن البوليس والمخزنية والدرك كاملين، إلا مشيتي هضرتي معاهم في ياخر في عن انفراد
ويقول لك الحقيقة، يقول لك التعريف المغربي أو الباسبور المغربي لا قيمة له، بل القيمة للباسبور الأوروبي وللجنسية الأوروبي للجنسية الأوروبية. الأوراق المغربية لا قيمة لها، والوطنية في المغرب لا قيمة لها، المواطن لا قيمة له، لا قيمة له. لذلك احنا كنشوفوا يعني عجز يعني جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان، عجزها عن الخروج إلى العلن والتنديد بهذه السياسة التي ينهجها النظام من تهجير ويعني قتل للأبرياء وسجن للأحرار ولدعاة التغيير ودعاة يعني انتزاع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. إلى متى هذا الصمت؟ وهاد الجمعيات وهاد النقابات وهاد يعني هاد يعني هاد هاد الحقوقيين اللي كاينين في الوطن يعني باعوا ذممهم، باعوا ذممهم. وهاد رجال الدين اللي كيقولوا اللي كيطلعوا فوق منبر فوق المنبر نهار الجمعه وكيخرجوا لنا في لايفات يعني يعلموننا يذكروننا بعذاب القبر ويذكروننا ب يعني يوم الحساب والعقاب، ولا يذكروننا ولا يذكروننا بعذاب الفقر وعذاب المخزن وعذاب هذه الدولة الدكتاتورية، ولا يذكروننا ب يعني بمغامرة البحر الأبيض المتوسط، بمغامرة الحريق اللي هي الحريق. يعني إلى متى نقول يعني لهؤلاء إلى متى صمتكم؟ فالتاريخ يسجل. إلى متى هذا التخاذل وهذا التواطؤ؟ فهذا السكوت لهؤلاء الحقوقيين وهاد النقابات العمالية وهاد الأولترات وهاد الطلبة الجامعيين وهاد المثقفين وهاد يعني الصحفيين وهاد هذا تواطؤ هاد الشيء تواطؤ منكم، تواطؤ ومشاركة في الجريمة، مشاركة في الجريمة. فعندما يعني يسكت الإنسان على قول كلمة الحق والسكوت على الجريمة، يعني يكون هذا السكوت هو بمثابة المشاركة في الجريمة والتواطؤ. لذلك يعني نقول لهذا العبيد وهذا العياشة اللي كيقولوا راه كاين مهاجرين في إسبانيا، إسبانيا عندها 5 مليون مهاجر وإيطاليا عندها 7 مليون مهاجر، يعني مهاجر. نعم إيطاليا عندها أمريكان عندها مواطنين جالية على برا، ولكن مشي شوف الباسبور يعني الأمريكي والباسبور الإسباني، الجنسية الإسبانية والجنسية الإيطالية، أين ستوصلك؟ أين فين غتوصلك في العالم؟ أي بلد في العالم بغيتي تمشي له تمشي له. ومشي شوف الجنسية المروكية، الجنسية المرحاضية، الجنسية يعني التي هي بمثابة يعني جنسية عبد وجنسية يعني مواطن لا حقوق له، أين ستوصلك؟ ما غتوصلك تنسبتها. شفتي سبتها اللي كتقول عليها محتلة؟ والله لا دخلتي لها بديك الباسبور المروكي المروكي المغربي. لذلك يعني هذه رسالة، يعني هادوك اللي كيقولوا لا أرى الهجرة كاينة في أي مكان، نعم كاين الهجرة، نعم إسبانيا عندها مهاجرين اللي هاجروا جالية، هادوك هما الجالية اللي هاجروا من بلد آخر يعني للتعليم أو لي يعني أو للعمل، ولكن هاجروا يعني هجرة مقننة، يعني الباسبور الإسباني تمشي به في أي ومن أي دولة في العالم، والباسبور الإيطالي كذلك. أما الباسبور المروكي ما يدخلك حتى الجزائر، ما يدخلك شي حتى سبته ومليلية موريتانيا، وكيدخلك بالدرع اش غتقول لي؟ ويفريوك في الديوانة لأنك عندك باسبور مروكي، لأنك زعمك وطني، لأنك عبد عياشي. هذه هي الحقيقة.
أما أنا لا أعترف لا بالجنسية المغربية ولا بمغربياتي. من يعني من أراد أن يتقبل هذا الكلام فليتقبله، من لا يريد، لأن المواطنة شيء والوطنية شيء، وأن تعترف يعني بالجنسية يعني جنسية احتلال، جنسية ناهبة، جنسية مفقرة، جنسية مهجرة، جنسية يعني مبنية على الهشاشة والتفقير، جنسية مبنية على العبودية وعن الخنوع والسكوت، لن أعترف بها. أنا ما غنعترفش بها. لو كانت الجنسية المغربية يعني كتعطيك يعني كتعطيك الحرية والعدالة والكرامة يعني وكتعطيك يعني كامل الحقوق، لماذا لا يعطي؟ يجيو الناس من غايجيو الناس من الميريكان يخدموا في المغرب باش يحصلوا على الجنسية المغربية. نعم، لو كان الوطن وطنا يتسع للجميع، هذه هي الحقيقة. ما تبقاش تلوالي وتجيني من هي وتنقص لي وتعمل لي بحال ديك يعني بحال ديك بحال ديك يا خور الفرس اللي كينقص ديك الحواجز، ف كينقص ديك الحواجز كيبقى يدور يعمل دورة وينقص هذا ويخلي هذا، عاود سير ينقص هذا ويخلي هذا. الا جي ديريك من المسؤول؟ أماني المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول عن كل هذه المآسي في الوطن، خاصة يعني الشمال اللي هو الريف واللي هي مدينة الفنيدق والناظور؟ من المسؤول يعني عن تهجير هؤلاء الشعب، يعني هذا الشعب هذا من المسؤول؟ وما المراد من هذا التهجير ومن هذا البطالة المستشرية في الريف يعني في الشمال؟ من المراد منها؟ إلى مشينا اليوم غان مدينة الفنيدق، مدينة الفنيدق البارح اللي كان يعني فيها التهريب وكانت فيها يعني كانت يعني باب سبتة مفتوحة، كنا كنجبرو الإنسان مروج، الإنسان يعني رغم يعني المعاناة يعني صامد رغم المعاناة، ملي كانت تفريشة منادم كيفرش كيجيب نهارو واخا كيجيب ديك الشي قليل يعني كيقنع بالقليل، واللي ما قنعش بالقليل ما غيقنعش بالكثير، هذه معروفة. ولكن كان صامد هذا الإنسان، قانع. دابا شفنا البارح أحمد بوهو الذي عاشرته لمدة سنين لم أستطع أن أعدها، وكاينين الناس هنا فرشوا معايا في الفنيدق كيعرفوا أحمد بوهو اللي كان جاري كيفرش حدايا وكيفرش حدايا في الشارع، يعني أب لأربعة أفراد أو خمسة، عنده أربعة الأطفال، ويعني إنسان يعني كان يمتهن التهريب والتفرش في الشارع. كيفرش في الشارع ملي وقفت جراو على الفراشة وجراو وشدو باب سبتة، شوكي ولات كاستيخو. شوف كيف ولات كاستيخو يعني الفنيدق ولات يعني مدينة شبه يعني مدينة أشباح، شبه مهجرة، لأن المدينة يعني أولا المدينة الساكنة ديالها يعني فيها ناس جايين، شي جاي من الحسيمة، شي جاي من الناظور، شي ما جي من كتامة، شي من وزان، شي من سوق الأربع، شي من الخميسات، شي ما جي من تطوان، شي ما يعني ناس يعني هاجروا بلداتهم ومدنهم في اتجاه الفنيدق لطلب الرزق. عند ملي تشدت هاد يعني هاد الثغرة، هاد يعني باب سبتة، بنادم اللي عاد اللي رجع لمدينته ورجع للبلدة ديالو رجع ليلة، بقى الشباب اللي خالق في الفنيدق، اللي خالق في الفنيدق أو أصحاب البلاد اللي هما يعني النصف الكبير من الريف، يعني من الريف من الشمال، يعني هاد الشباب لا حول لهم ولا قوة.
يعني بسبب البطالة المستشرية، وبسبب يعني بسبب إغلاق باب سبتة، يعني الدولة ما خلت لهم أي حتى شي خيار إلا خيار الهجرة نحو سبتة أو الضفة الأخرى اللي هي الجزيرة الخضراء أو إسبانيا. إذن هنا السؤال، السؤال اللي هو قروق اللي كان كيفرش معانا في الشارع، كيفرش الصنادق ديال الخضرة، اللي هو عضو في العدالة والتنمية، واللي هو من كوادر العدالة والتنمية منذ الأزل، واللي كيدعي جا بمشروع التغيير ومشروع يعني ديال العدالة ولا تنمية. السؤال أين الوعود التي أطلقتها قبل الانتخابات؟ أين هي هذه الوعود؟ والسؤال هنا للشعب وللشباب، أين هي الوعود التي وعدتم بها من هؤلاء المسؤولين وهؤلاء الذين يصفون أنفسهم أنهم ممثلي الشعب من رؤساء الجماعات ومن رؤساء المجلس البلدي ومن عمال ومن برلمانيين؟ أين ما محلهم من الإعراب؟ أين الوعود التي وعدوكم بها؟ نعم، وعود كانت وعودهم وعود بأن كذا وأن يغيروا وأن ينهضوا بمناطقكم وأن 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 يمتصوا البطالة وكذا وكذا وأن وأن يوسعوا الطرق والمشاريع ولم نرى شيء، ما شفنا حتى شي حاجة من هذا الشيء، ما شفنا حتى شي حاجة من هذا الشيء اللي وعدوا به المسؤولين الشعب. أما أنا ديك الوعود ما طحش عليا، لأنني أعرف جيدا وأعلم جيدا أن البرلمان مجرد مسرحية، وأن الحكومة محكومة وأنها مجرد مسرحية، أن هذه المحكومة محكومة من طرف مكتب خاص الذي هي الكتابة الخاصة لصاحب الجهالة أو صاحب جلالتهم الملك محمد السادس. ما كانش ما بقاوش ينضحكوا على الذقون او نغطيو الشمس بالغربال، كل شيء باين، حتى الشيء منادم يبقى يغطي الشمس بالغربال. الحكومه ما عندها لا حول لها ولا قوه، بس الحكومه تنفذ الاوامر العليا التي تاتي من الكتابه الخاصه للملك، ويعني البرلمان كذلك هو ينفذ ما يملي عليه القصر والمكاتب المسيرة لهؤلاء البرلمانيين الذين يعطيهم هؤلاء المكاتب المسيرة، كتعطيهم الأسئلة والأجوبة في نفس الوقت قبل المساءلة في البرلمان، والمسرحية واضحة إلا من يريد يعني أن يغطي الشمس كما قلنا بالغربال. إذن هنا الشعب اللي كيمشي يشارك في يعني في, 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 في المؤامرة ضد نفسه، يعني الشعب المغربي يشارك في مؤامرة ضد نفسه التي تحاك له في دهاليز الدولة المخزنية، وهي الانتخابات أو المسرحية الانتخابية. لهذا نقول للشعب المغربي الشقيق طبعا، نقول له كفى من شهادة الزور، كفى من التواطؤ مع هؤلاء المافيا ومع هؤلاء العصاة والعصابة من أجل نهب خيراتك ومن أجل يعني تهجيرك وتفقيرك. كفى من المشاركة في هذه الانتخاب، يجب أن يكون هناك يعني إعراض
مقاطعه حقيقيه للانتخابات التي هي في الطريق. ما نعرف فوقاش غيعملوا ديك صناديق الاقتراع، غيجيبوا ديك صناديق شهداء الزور، ديك صناديق شهادة الزور. لذلك كفى من المشاركة. وهذا يعني هذا الشباب يعني نستغرب يعني من الدول، دولة إسبانيا أو الدول المجاورة، يعني سكوتها عن مأساة يعني البحر الأبيض، مأساة الشباب الذين يهجرون بفعل بطالة والقمع والحصار يعني من الوطن في اتجاه إسبانيا. يعني ندين هذا التخاذل وهذا السكوت من هذه الدول التي يعني تتواطأ مع هذا النظام، يعني من أجل تهجير ومن أجل يعني قتل الشباب في البحر الأبيض المتوسط. ندين يعني هذا السكوت، يعني هذا السكوت يعني بمثابة المشاركة والتواطؤ يعني للنظام، يعني لكي يبقى ويتمدد في حكمه ويقبع يعني في قصوره. كما شفنا يعني ما كان وحده ساعه وحده في الدو تبني بها مدرسه وسبيطار، سياره واحده في مستودع القصر يعني نبنيو بها جوج او ثلاثه الجامعات، سياره واحده. وهذه كنقولها حتى لديك المناضلين اللي كيخرجوا يعني وكيقول لك المقدسات. لا، اي مقدسات تتكلمون عليها؟ والمقدس هنا هو الشعب والانسان الذي يعني يرمي بعمره وروحه ويعني مستقبله في البحر الابيض المتوسط هروبا من دولة او من مستنقع او من دولة ديباناج. يعني كتقولوا لنا المقدسات، اش من مقدسات كاين؟ اش من فينا هي المقدسات؟ انا ما كنشوف، انا كنشوف المقدس هو الخبز اللي كتعط فيه وما كيقولش اح، هذاك هو المقدس. الخبز هو المقدس عندي انا، الخبز اللي كتعط فيه يعني وكتمضغه بدقمك وما كيقولش اح، هذاك هو المقدس. اما شيء اخر فالمقدس هو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، أما شيء آخر لا خطوط حمراء ولا مقدسات لنا نحن الأحرار، نحن نقدس الحرية وفقط لا شيء آخر. من يريد أن يقدس عجلا أو يقدس إنسانا ينهبه وإنسان يهجره وإنسان يعني منذ 20 سنة ونحن نسمع عن التدشين، دشنا هناك ودشنا هناك ويدشن هناك ولا شيء تغير في الشعب بالملموس منذ 20 سنة، وهو يخاطب الشعب وخطبه مبنية على الاستعباد وعلى يعني الكذب والنفاق والضحك على الذقون. لم نفهم شيئا، 20 سنة من البلورة، 20 سنة من قال جدي رسول الله، وعشرين سنة من إني أتألم، وعشرين سنة من الخطابات التي يعني تبيع الأوهام يعني، ومن العدمية، 20 سنة من الخطابات العدمية، خطابات عدمية للملك، نعم، ولم يتغير شيء. إذن إلى متى السكوت؟ والسؤال موجه إلى الطبقة المثقفة وإلى الأساتذة والأكاديميين والحركات الطلابية والنقابات وجمعية حقوق الإنسان في الوطن، إلى متى السكوت؟ إلى متى الخنوع والخضوع؟ وإلى متى التواطؤ؟ إلى متى التواطؤ؟
لذلك تحياتي لكم وأزول ولن نزول. هذا هو الرد ديالي على هاد الناس اللي كيقولوا حنا عندنا احسن ملك في البلاد واحسن بلاد في البلاد واحسن بلاد في العالم. اقول لهم يعني سؤال، يعني سؤال في محله، اذا كان لدينا احسن ملك في البلاد وكنا نحن احسن وطن واحسن بلاد في العالم، لماذا شباب هذا الوطن ولماذا نساء هذا الوطن يركبون قوارب الموت هروبا من أحسن بلاد ومن أحسن وطن ومن أحسن ملك في العالم؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يجب أن يجيب عليه العبيد والعياشة، وخاصة عياشة أوروبا الذين يقفون في طوابر أمام السفارات المغربية، يقفون في طوابر تمتد لمئات الأشخاص أو لعشرات الأشخاص من أجل يعني الحصول على شهادة إدارية أو ورقة يعني إدارية. يعني أقول لهم يعني ألم تتساءلوا يوما لماذا يعني الطابور أمام القنصليات المغربية لا يعني لا يعني لا ينتهي، بينما نرى قنصليات أخرى وسفارات أخرى ليس في أبوابها لا طوابير ولا جوقة ولا عشرات الناس ولا كذا ولا يعني رشوة ولا كذا. يعني القنصليات المغربية هناك في الصفوف أمام القنصليات المغربية هناك ناس يعني متشردين كيجيو في الخمسة الصباح كيشدوا البلايص الأمامية ويتم بيعها لمن يأتي متأخرا، يعني فضيحة من العيار الثقيل للدولة المخزنية في الخارج أو في أوروبا. مؤسسات رشوية، مؤسسات يعني تمييز عنصري تميز ما بين يعني الأشخاص المغاربة أو المواطنين المغاربة، يعني كتعمل هذا كحل أبيض، يعني كتعمل فيهم الفرز اللي عنده المادة كتدخلو من باب اللوراني وكتشد منه الرشوة صحيحة، واللي ما عندوش المادة أو يعني المواطن العادي كتخليه في طوابير تمتد لعشرات يعني صف وطوابير تمتد لعشرات الأشخاص. وشفنا ذلك في برشلونة، في مدريد، في بروكسيل، في أي مكان، في باريس، في أمستردام. ومع ذلك يعني هؤلاء المواطنين يعني متشبثين يعني بتلك اللغة المخزنية التي هي لغة الرشوة ولغة الاستعباد. يعني المواطن المغربي يعني لا يحرك ساكنا، لا يغير شيئا في الواقع، لا يتكلم عن، لا يواجه الحقيقة. المواطن المغربي يعني ما كيواجهش الحقيقة، لا يواجه الحقيقة. هذه هي حقيقتنا، لا نواجه الحقيقة دائما، يعني ما نواجه بعضنا البعض ولا نواجه الحقيقة التي هي الدولة المخزنية. كان واجهوا بعضنا البعض، بايش اسكت انت ماشي شغلك، اسكت انت واش باغي تديني الحبس، اسكت انت واش باغي تحرم راسك من المغرب، اش داك سكت. يعني دائما هناك تهديد يعني من قبل يعني المجتمع للمناضلين يعني بأساليب يعني بدائية، أساليب تقليدية. يعني منادم كاين الناس هنا في أوروبا كيبغيو يخرجوا في لايفات، كيبغيو يحتجوا، كيبغيو حتى هما يوصلوا الرسالة، وعند ممكن يعني يوصلوا الرسالة أحسن من هؤلاء اللايفيين، يعني بعض اللايفيين ليس الكل، الفاشلين الذين يطبلون يعني يعني يطبلون للنظام، أو الذين يعني ضد النظام ويطبلون للنظام بطريقة غير مباشرة، يعني بالعنصرية والتفرقة ويعني والتشتيت ويعني
ومحاصرة الفكر وفرض الرأي، الرأي الشخصي على الآخر، يعني فرض الآراء على الآخر وممارسة ديكتاتورية الآراء. إذن هؤلاء الأشخاص ما كيبغيوش يخرجوا بفعل يعني التصادم مع المجتمع، المجتمع اللي لا يرحم، المجتمع اللي غير تقدر يقول لك سكوت، واش بغيتي تحرم راسك من السردين والبحار والصيف؟ تقدر في المغرب يقول لك سكوت، واش بغيتي تديني للحبس؟ واش بغيتي تديني للحبس؟ أراهم يا خور، انتزاع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية يجب أن تكون هناك تضحية جماعية، تضحية جماعية من قبل الشعب. تضحية واش هاد الدولة هادي غتشد 20 مليون ديال البشر في الحبس؟ لا يمكن. واش هاد الدولة هادي تقدر تقتل 20 مليون ديال الشعب؟ لا يمكن. واش هاد الدولة تقدر تخرج مظاهرة فيها غا 20 ألف أو لا 200 ألف أو لا 100 ألف تقمع في كامل المدن، في كل المدن تخرج 200 ألف في طنجة، 200 ألف في تطوان، 200 ألف في الحسيمة، 200 ألف في الناظور، 200 ألف في العيون، 200 يا خور 500 ألف خصها تخرج في كازا، 500 ألف خصها تخرج في الرباط، فاس كذلك خصهم يخرجوا 500 ألف. واش هاد الدولة هادي تقدر تعتقل أو تقمع هؤلاء هذا الكم الهائل من الشعب؟ لا يمكن. معادلة واضحة، الدولة لا تستطيع قتل 20 مليون من الشعب ولا تستطيع اعتقال 20 مليون من الشعب. إذن هنا يعني إذا يعني إلى سولنا علاش هاد الشعب ما كيبغيش ينوض، يعني نجبرو يعني بنادم يعني يفكر، كيفكر كيقول انا مقموع، انا مفقر، انا محروم، انا مهادك، ولكن يعني السبب يعني هو اتباعه للتفاهات، يعني مجموعه يعني من الشعب المغربي يعني كيتبعوا التفاهات وكيتبعوا ديك يعني القنوات ديال الصرف الصحي والاعلام المخزني، وكاين منهم كيتبعوا ديك صفحات روتيني اليومي. يعني انسان يعني انا دخلت على لايفات في اليوتيوب ديال روتيني اليومي، يعني امراه يعني شابه كتصبن في البانيو، ويعني هناك في لايفها كتجبر 10 آلاف 20 ألف ديال المشاهدين، يعني ذل، يعني كتجبر 20 ألف مذلول، 20 ألف مكبوت كيتفرج فاش في شابة، يعني بسبب الفقر وعدم توفر يعني فرص الشغل التجأت إلى اليوتيوب لكي يعني هذه حقيقة لكي تستفيد منه، لأنها ضحية للدولة المخزنية، ضحية. تحية للجميع أخويا المساوي، تحية للجميع بدون استثناء. يعني نحن نقول الحقيقة لا غير الحقيقة، أنا كنسرد اللي عندي في قلبي واللي عندي في عقلي، الحقيقة المرة أقولها رغم مرارتها. يعني نحن شعب ليس لدينا ضمير، شعب معظمه مكبوت، معظمه يتبع التفاهة، معظمه مستعد يعني أن يضحي. ومني وجبد هذه مني وجبد هذه العبارة اللي غنقول الآن، يعني عبارة للتاريخ وعبارة يعني أقولها لنفسي ولكم أيها الشعب الذي هو مستعد بأن يضحي بروحه وأن يضحي بشبابه يعني في قوارب الموت غروبا من الواقع في اتجاه إسبانيا، وغير مستعد بأن يضحي بسنين من عمره وبأن يضحي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. حقيقة مرة، حقيقة يعني مذاقها وطعمها مر،
هي الحقيقة. يعني احنا مستعدين، الناس مستعد يحرق يضرب ساعات يعني طويلة في البحر السباحة أو في مراكب الموت. وصحيين واحد الشاب اللي كان مع احمد بوهو ابوه شرطي معروف، شرطي معروف في الفنيدق، كيشد الرشوه بالنهار. انا شفتو كيشد الرشوه هذا الشرطي. هذا الشرطي هذا اللي بنو مات ضحيه هجره الى سبته سباحه، يعني با كان كيشد الرشوه في وضح النهار ويقمع ويضرب ويشجن وينهب في وضح النهار وهو مسكن الفنيدق. يعني هذا الشرطي من قدماء سكان الفنيدق، وبنو يعني الان هو ضحيه هجره سريه. اذا هنا يعني اقول للمتواطئين يعني وللدرك الملكي والدرك الحربي والشرطه والقضاه، واقول لهم ذوقوا ثمار شجركم، ذوقوا ما زرعتم، فأبناؤكم وأبناء أبنائكم سيهاجرون في قوارب الموت وسيقمعون وسيشجنون اليوم أو غدا، فالدور آت عليهم، لأنكم تواطأتم وخنتم وخنعتم ورضيتم بالنظام وطبلتم للنظام الدكتاتوري الفاشي الناهب المفقر، نظام مبني على الاستعباد والديكتاتورية. يعني أنتم متواطئين كقضاة كأساتذة كمثقفين أبناؤكم، وهذا تذكير. احنا في 2021
في شهر واحد، في شهر جوج، واحد في شهر جوج 2021. أقول لكم تذكروها جيدا، الدور سيأتي على أبنائكم وعلى فلذة، يعني على فلذة أكبادكم، لأن الواقع المر يقول هكذا، إما الهجرة أو الخنوع والرضا بالفقر والتهميش ويعني والتجويع، أو الهجرة في مراكب الموت، أو يعني القمع السلطات، لأن ليس لأن عندما يعني تتخاذل، عندما تتخاذل يعني الطبقة المثقفة والقضاة ويعني يعني ورؤساء الجماعة ورؤساء البلدية والبرلمانيين والأحزاب والحركة الطلابية والأساتذة والمثقفين وجمعية حقوق الإنسان وجمعية ما تقش ولدي وجمعية بوك الطيار والمجلس الوطني لا حقوق الإنسان ولا وما كاين لعب الريح، عندما تتواطؤون هالتواطؤ غيرجع عليكم، غيرجع على ولادكم، لأن اليوم وغدا ولادكم غيفتشوا على مستقبلهم الذين، وهذا المستقبل يعني دمره النظام بتواطؤكم وركوعكم وخنوعكم البواسة. يعني هذه هي رسالة لكم الجرابز، يعني انتوما يعني وديك الجرابز ديال الأطلس والجرابز ديال سوس والجرابز ديال الريف والجرابز ديال الداخلية، كنقول لهم التاريخ يسجل تواطؤكم، تواطؤكم وتخاذلكم وتواطؤكم وخنوعكم مع النظام ضد إرادة الشعب من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية غادي يرجع عليكم اليوم ولا غدا، وغيرجع على ولادكم وغيركبوا في مراكب الموت أو سيشردون أو سيرتمون في يعني في السوق السوداء لبيع المخدرات والترميل والسرقة و إذن أنا عرفتكم ما تسمعونيش ليلي، ولكن أسجلوها للتاريخ. أنا عرفتكم ما تسمعوش، لأن البوليس والجدارمية والدرك الملكي وديك القضاة والأحزاب عندهم التعياش والعبودية في الدم في الدم في الدم، لدرجة أنهم رأوا محمد الخامس يعني كذبا في القمر، كذبا في القمر، يعني يكذبون على عقولهم ويكذبون على أرواحهم أنهم رأوا شخصا في القمر، والقمر حنا كنعرفوا ما بان فيه حتى واحد. لذلك نقول لكم ذوقوا ثمار شجركم اليوم، نقولها للجميع، تخاذلكم وتواطؤكم وسكوتكم ورضاكم بالأمر الواقع الذي فرض عليكم من قبل النظام هو يعني مذل لكم ومذل لأبنائكم ومذل لمستقبل أبنائكم. وتحياتي للجميع، وأزول ولن نزول، اللي دخل اعمل أبوني على تلك القناة في اليوتيوب اللي تما، اللي بغى يشجع يعني الإعلام البديل، اللي ما بغاش تحياتي له، كان سمعوا غير سير سير وسير تترجع، وسير تترجع أخي زورو سير، ودير شي واحد نطلعك، دير شي واحد قولنا شنو غنديرو، دير لينا شي واحد نطلعوك، انت نطلعوك عندك ما تقول، انت واحد النهار قلتي اوالو ما عندكش الكاميرا، عمل واحدة زورو عمل، اولا الكاميرا مضروبة، انا بغيت نطلعك كاميرا مضروبة، كاميرا مضروبة، اذا ما غيطلع حتى واحد، كاميرا مضروبة خاي زورو، افهمتك اخاي زورو، يعني من ما يسلب بالقوة ينتزع بالقوة، معك الحق ولكن يعني
لمن سنقول هذه الجملة؟ لمن؟ لشعب يعني ثقافته هي مراكب الموت وروتين اليومي وتفاهات. لمن سنقول يعني ما يسلب بالقوة ينتزع بالقوة؟ لمن سنقولها يا أخي؟ أخي محمد زورو الملقب بزورو، لمن يعني لمن غتقولها؟ لمن ما يعني غتجي تقولها يقول لك بغيتي الفتنة. هو عايش في وسط الفتنة، عايش في الجوع وفي الهشاشة، عايش تحت الدف، عايش عيشة الدبانة في البطانة، عايش عيشة يعني إنسان ميت، إنسان ليس له مستقبل، إنسان يعني إنسان يعني مواطن يعني تحت الصفر، إنسان يعني مستقبله ضبابي وغير واضح، وكيقول لك أنت باغي الفتنة. إذن كيفاش غتفهم لون هذا الإنسان أن الحقوق تنتزع ولا تعطى؟ أولا كيفاش غتفهم من هذا الإنسان اللي كيتبع روتيني اليومي؟ كيفاش غتفهم من هذا الإنسان الذي يتبع يعني كيتبع واحد يعني كيتبع القنوات ديال الصرف الصحي؟ كيفاش غتفهمه؟ كيف يعني كيفاش غتفهمه؟ كيفاش يعني ما تقدرش تفهمه؟ يعني هناك يعني شريحة واسعة من الشعب المغربي أنا كنعرفهم يعني ما يقدروش يعني يستوعبوا ما يقوله الإنسان، لأن يقدر يستوعب يعني يقدر يستوعب واحد عشرة دقائق ما تقوله، غايجي ينفخلو شي عياشي في ودنه غايقول له عندك الحق، غايجي يقول أنت تسمعنا هذاك راه حمار، هذاك راه كدا، راه هذاك باغي اللجوء، راه هذاك باغي كدا الفتنة، أو لا غيقلبوا، لأن احنا شعب يعني شعب هكذا يعني بحال الزنيطة الدجاجة، مني ما جا الريح كيديها. هذه هي الحقيقة ديالنا ديال الشعب المغربي، هذه هي الحقيقة ديالو الشعب، يعني مني ما جا الهوى يديه، تابع يعني موازين، تابع الشطح والرديح، تابع يعني المكبوتات روتيني اليومي، وتابع القنوات ديال الصرف الصحي كيشوف فيهم. حنا شفنا ديك القنوات ديال الصرف الصحي شنو كتبع، انتم ما شفتوش في تيفي، كتمشي عند روتيني اليومي، كتمشي عند يعني عند الشيخات، كتمشي عند هادشي اللي كيشجعوا، صافي كيشجعوا يعني واحد يعني كيشجعوا الأصوات المكلخة، نقولها بهاد الأصوات المكلخة للشعب اللي كتكلخ الشعب، أما الأصوات اللي كتوعي الشعب واللي يعني بغات الخير للشعب حتى واحد ما كيشجع، بدليل يعني أن أنا سنة كاملة وأنا كنهضر هنا وفتحت قناة في اليوتيوب، ها هي تما، ها الرابط ديالها، دخل عليها غتجبر فيها 575 ولا 570 شخص، بينما دابا نفتح لك قناة نعمل فيها روتيني اليومي دابا، ونجيب شي بنت تلبس لهم شي سروال مزير على المؤخرة، وتلبس لهم هيدا شي تشاكيتا هيدا وشي حاجة، وتعري لهم شوية على رجلة، وتبين لهم المفاتين، في ساعة واحدة غتوصل القناة 10,000 ولا 20,000 في المباشر، كيتفرجوا هادو في المباشر، أما أبونيس فثلاثين ألف 40,000، واللي ما تقنيش يدخل القنوات روتيني اليومي ويشوف يعني المهزلة، ويشوف يعني يشوف يعني الحضيض اللي وصل ليه الشعب المغربي. يا زول أخويا عبد الصمد الريفي، أزول ولا النزول، يمذرار إنك صفاو الريفي، يمذرار لهذا يعني تا ما كاينش تشجيع، دابا ما كاينش تشجيع، كطلع في لايف ما كاينش البارطاج نهائيا، يعني حتى البارطاج رجع بالوجهيات،
رجع البارطاج، رجع بالوجهيات يعني، رجع بالوجهيات. واحد كتبارطاجي ولو واحد لا، واحد ما نعرف يعني. انا كنشوف بعض الناس يعني كيطلعوا في اللايف لا يقولوا شيئا، ما كيقول حتى شي فكره، لا يواجه النظام، ما كيوجهش السهام ديالو النظام، ما كيوجهش يعني الاتهامات ديالو النظام، لا يحاسب النظام، بل يعني يشتت ويفرق ويضرب ذات الشمال وذات اليمين. وكتجبر عنده البارتاج وعنده ابونيس وعنده اي حاجه. اذا تحياتي لكم، ازول ولا نزول. يمكن في هذه العشيه غنعملوا واحد اللايف يعني لايف انساني، لايف انساني مع واحد الشخص يعني توفى وخلى اربعه النفوس يعني. وهاد الناس هادو ساكنين يعني في دار يعني اهله للسقوط، اللي بغى يعاونهم باش يصلحوا بعدا غا كوزينه وشي بيت ينعسوا فيه، راه كيتع عليهم الماء وشي طواليت، اللي بغى اللي ما بغى